وطلع لي اول مره خلع جايبها بجلابيه وغلبانه ومقتبه، وبعد كده لما اتفقست طلع رسمي بشخصيتها بقى وبتاع. طب ما روحتيش كده من الاول ليه؟ ما روحتيش كده في الاول ليه؟ مش عارف. سبحان الله، بصوا عايزين يعملوا اي شر، هم مش قادرين يعملوا لي حاجه، هم عايزين ابقى زي محمد عادل، انفعل فاعمل حاجه غلط. فهمتوا ازاي؟ زي عملت توكيل لفلان الفلاني، قال لك خلاص انا اسف التوكيلات، انا التزمت مع رجاله مش هتكلم معاك، مش هكمل معاك، عندك الاستاذ فلان. لما اتكلمت مع الاستاذ فلان، لا بس روح انت اعملي محضر وتعليل، بيلعبوا بيك هبله. اصلا لا ده محامي ولا ده محامي. الاثنين اللي بيتكلم اللي كنت معاه امبارح، مخاصي اللي كنت معاه امبارح، والتاني ابو نضاره، لا ده معاه كارنيه مزاوله مهنه ولا ده. شفت بقى بتعملي في نفسك ايه؟ الحقد وصلك لايه؟ عيشي بقى. عيشي. ومعاهم وفي جروب السفاح وحاجه يعني توجع القلب، ليه؟ نفس الضغط اللي اتعمل على محمد عادل عشان مخي يفصل فاعمل جريمه، فانا قررت لا انا كده مش كده وكده، انا متبري منها. ومش هي اللي طلعت تتكلم؟ يلا قدام الناس. علني كده قدام الناس، بس ربنا كرمني مش انا اللي هتكلم. واحده صاحبتها، انا بقرر لك عشان ما تجيش تقولي ده عمرو وعندك المباحث الالكترونيه، روح ارفعها على الاكونت زي ما انت عايز. هتحكي من يوم ما اتولدتي لغايه لما يوم ما خربت بيتها مع جوزها، هتحكي كل صغيره كبيره عليك. قبلي بقى وعيشي معاها بقى يا حبيبتي، وارفعي قضايا بقى على كل اللي هيتكلموا عليك من اكونتات وهميه. مش عارف. طلعت امبارح مع اكرم يا اخي. يعني بص انا هقول لك على حاجه، ممكن اطلع اتكلم على اخويا لكن في ادب، يعني ما اشتمش اخويا، ما احبسش اخويا، ده غل مش طبيعي. طلع اتاكد ان اخوها اخوان، واحده عارفه ان اخوها مش اخوان، واخوها بتاع جيتار وبتاع مزيكا ومثقف، وكانت عندها مشكله زمان معايا ان انا بلعب مزيكا في البيت وبتاع وعامله لي ده هي الاخوان لو هنتكلم صح. ده هي بتصلي قبلي وهي محجبه وهي صغيره، ويا ريت صلاتها نافعاها. وفي الاخر طلع واحده عايز تحبس اخوها، ده طبيعي؟ قالوا لها ايه ولا سخنوها ازاي؟ معرفش. ابن خالي بقى تبعهم زي هشام، زي هشام مسخن محمد عادل، هي نفس اللعبه. عندهم ابن خالي تبعنا، طب سخن اخته، راحوا مسخن اختي كده انا بقى هضعف. لا يا حبيبي، كل البلد عندي، انا في حكايه اختي ما حدش له دعوه، بس البلد كلها عندي عارفه موقفي مع امي واختي كويس، وعارفه ان انا بربو امي انها ضربتني وانا ما ردتش عليها، ده مثبوت عند البلد كلها. قول بقى اكذب زي ما انت عايز براحتك، عيش عيش براحتك زي ما انت عايز. قلت لك انت بوبي لولو، بيدولك الدراي فود، بيبعتوا لك الدراي فود ويقولوا لك هوا وعلى فلان، عايزين دليل اكتبوا اكرم سلام وشوفوا كل فيديوهاته القديمه. هو كده مع كل الناس، هو كلب بيهوى. يجي مثلا ايه، عايزين يسكتوا وائل شطر، انا قبل كده كان متخانق مع وائل شطر، طلعوا فضلوا وائل وامك واختك وامك وعرضك وطاشا، في الاخر طلع ابنه راح قايل له وائل شطر عم روان بنتك حامل مني، فسكت. لانه هو سكت عشان ما عندوش مبدا، لكن لو عنده مبدا مش هيخاف. واللي عملته بقى في ناس تحاسبك، الحمد لله ورانا عيله، اعتقد وصل لك امبارح ان ورايا عيله، صح؟ عرفت ان العيله ورايا، ان انا مش متشمس. وصل لك امبارح. مش ممكن. ده انا مش فاهم، انا الصراحه انا عمري ما شفت كده، عايزين يدفعوني لاي جريمه، لاي مصيبه، زي يخلصوا مني باي شكل، مش قادرين يجوا لي بقى. هنحبسك، ما اتحبستش. هنعملك، ما عملتش. هددوه، ما تهددتش. انا خفت في الاول على فكره، بعد كده اكتشفت ان هم ولا حاجه، مش هقول ان انا ذكر، لا خفت وطلعت من البيت يوم ما كلمني اشرف وبرضه ارجل منهم. لما اكتشفت ان ده مش اشرف طلعت وقلت على فكره اللي هددني مش اشرف. ولما كلمنا احمد حمد فقست انه وراهم، قال لك عايز يتشهر، ادي فريد الديب تاني يوم رد عليك، وبرضه الناس بتسمعه ان هو رجل الحقيقه اللي بيجيب عنا حقائق، بيجيب بقى ايه دواخلنا في البيت
وعرضنا وشرفنا، راجل فظيع بيجيب كل حاجه، بيجيب كل حاجه، فظيع 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 مخاصي ده فظيع. اصل هو اقول لكم ليه هو فعلا منطقي انه يجيب كل حاجه، ما هو راجل لما يتخسي وظيفته هتبقى ايه في الحياه؟ واحد لما يخسوه هيبقى وظيفته ايه في الحياه؟ هيبقى قاعد للناس خلاص، قاعد اي راجل عايز يطلعه معرس، عايز يطلعه كذا، عايز يطلعه كذا، دي حياته، هتبقى حياته كده لانه فقد رجولته. انا بكذب؟ مش نزلت لكم الفيديو؟ شفتوه بالبامبرز؟ شفتوه ولا ما شفتوهوش؟ ما شفتوهوش انزله لكم تاني. شفتوه بالبامبرز ولا لا؟ هو ولا مش هو؟ قاعد نعم يا جيهان، نعم يا اختي جيهان، هتقول لي صبانخ عمل بس مباشر، روحي عند صبان. نعم. لا ما بحتويش حد انا. انا في حالي من زمان وهكمل في حالي لغايه لما اموت. ودي وصية ابويا ليا على فكرة يعني. يا جدعان انا اللي مستفزين انتوا مش هما. والله العظيم انتوا مش هما. لسه امبارح مطمنينكوا نسيبكوا عيال، نسيبكوا ننام، اصحى واخي اخد الدواء وانام، اصحى افتح الاقي مش عارفين الالي، لقيت الرسائل جايه لي في ايه في ايه في ايه، كلها نفس الرساله، الحق الحق، نفس الفيديو مبعوت لي، الحق 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 الحق. صبانخ قال، مش صبانخ قال قبل كده ان الفريد الديب انسحب؟ مش صبانخ ده معرس وكذاب وابن كلب وشفته ايه في محامي اصلا ولا راجل محترم بيطلع بشورت؟ ما انا متصور امبارح على البحر بشورت انا واصحابي وانا وبناتي والدنيا تمام. اقدر انزل انا صور بعد ما بقيت شخصيه عامه؟ اقدر انزل صوري بشورت وشبشب؟ انتوا بتهزروا يا جدعان؟ هو انتوا عايزين تبقوا؟ انا قلت لكم امبارح هي كلمه ورد غطاها، قلت لكم يا تصحى بكره الصبح اللي احنا عارفين، انا خلاص قاري المشهد، انتهى الموضوع. هي اللي بنى دي دايره، هي اللي بنى دي دايره عشان يقعدوا يكسبوا فلوس ويتهمونا. هم يعدوا يقول لك دول بتوع فلوس، دول بيكذبوا ويشتغلوا، دول بتوع مش عارف ايه، ده بناته بيرقصوا. طب روح شوف بنتك يا معرس. طب انا محترم جات لي حاجه بنتك بجد مش راضي انزلها ليه؟ لان بنتك منزله ده على التيك توك، مش معنى كده انها وسخه، ذنبها ايه البنت دي؟ يعني بنتك فعلا بقى وعندي سعادة انزل الناس اللينك، بنتك ومراتك طليقتك على التيك توك واولادك الصغيرين، انا ايه اللي هستفيده ان انا اقول ان بنتك بترقص مثلا؟ استفدت ايه؟ معرس، انت معرس ومش هنساق ليكوا. يا جهان ارد اقول ايه؟ قول يا جهان، انا هفضل مستني. ثواني يا جماعه نشوف جهان. هتشل يا ربي، والله جهان عشانك هتشل واستنى. طيب كان في النيابه فقالوا له، النيابه قالوا له لسه هنعرف اهو يا جهان. الو، يعني انا قاعد مستني كل ده عشان تقولي لي الو؟ الو يا جهان، الو جهان، الو الو، ايوه ايوه، يلا مستني. ها الله يسلمك يا مروه، يلا جهان، والله جسمي كله عرق. تحياتي الصحاب، اسف على الشتيمه بس دول لازم اطلع اعمل لهم كده، انا بشتمهم عشان بلدي، ما عايزين من الناس. ما خلاص الورق دخل المحكمه، نستنى بقى مم يعني يا جهان اوقف البث وتقول يا الو، تاني تعليق اقول لك الو، بعد كده تكتبي لي مممون يا جهان. اوكي ايه تاني؟ ايه بعد مممون؟ هي تقريبا ممكن، ماشي مممون. ايوه الله الله يفتح عليك يا منى زاهد، انا مش عايز اتكلم، انا مش عايز اتكلم، الله يفتح عليك يا منى زاهد. يا ريت تشوفوا تعليق منى زاهد ده. يا عيني، ده طبعا هو راجل محترم، هو ما قالش ضدي او مش معايا، ده طلع محترم اكتر من اللي في دمي، طلع قال انا مش عمرو فانتوا بتشتموني ليه بس. وطبعا ياخد له شويه مشاهدات برضه، لان اللي بيكتب عمرو الكاشف على اليوتيوب اليومين دول بيجي له مشاهدات، ده انا اشهر منكم على اليوتيوب وانا ما عنديش قناه، قفلوا لي القناه
وكل ما ادخل اليوتيوب الاقي عمرو كده، اول ما افتح الاقيني في وشي على طول، ويا ده انا ما شاء الله وفرحان قوي ان العيال بتكسب والله. دنيا اهو الله.